معانا كمان على تليفون، بما ان احنا اتكلمنا بالمناسبه حالا مع الصديق الاستاذ محمود بسيوني على مساله المحليات اللي هي المفرخه الرئيسيه للكوادر السياسيه فيما بعد. يبقى معانا سياده النائب علاء عصام، عضو مجلس النواب ومقرر مساعد لجنه المحليات بالحوار الوطني. اهلا 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 يا فندم. اهلا يا معالي النائب والاعلام العظيم، ازي حضرتك؟ حبيبي ربنا يخليك يا رب. يعني نائب وحضرتك احنا اصحاب، سيبك من الكلام ده، احنا لسه كنا قاعدين من شويه من يومين وبتقول لي يا جو على الهوا، تيجي تقول لي دلوقتي؟ انا ببقى سعيد جدا، ده انا ببقى مبسوط بيك علاء. واحنا كنا بنتكلم على مساله الـ 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 المحليات، جت يعني في خضم حديثنا مع استاذ محمود بسيوني عضو المجلس القومي لحقوق الانسان، وكنا بنتكلم باعتبارها المفرخه الرئيسيه للكوادر التي تدخل فيما بعد ذلك في البرلمان او الحكومه او في خضم العمل السياسي. وانتوا عمليا خلاص كده في الحوار الوطني، يعني انا هعتبر ان الحوار بدا خلاص من اللجنه من اليوم الافتتاحي، مش هنبقى منتظرين بس الاسبوع الجاي. أي أول سؤال دايما هيطرح، هل موجود على أولى أجندة أولوياتكم انتخابات المحليات وقوانينها؟ يعني طبعا أنا بشكرك على أنك ألقيت الضوء على موضوع المحليات، لأن الحقيقة فندم إحنا بنتكلم عن تنظيم سياسي شعبي أهميته تكمن في أن أعضاء المجالس المحلية اولا دورهم الرقابي مهم جدا على المجالس التنفيذيه، نمره اتنين هم اللي قدام الناس المواطنين العاديين. النهارده بقى عندي مشكله في الحي او مشكله في المحافظه، مش هيبقى عندي غير اعضاء المجالس المحليه اللي عبروا عني وعن مشاكلي طبعا، لان انا مش كمواطن عادي مش عندي الصلاحيات اللي تمكنني ان انا اقابل مسؤول او اراقبه او احاسبه او حتى اعرض عليه مقترح تطوير. ما هو عضو مجلس المحلي الشعبي ده ليه دور في تطوير القرى والمدن والمراكز. الحاجة الثانية، هذا قلت كلمة مهمة جدا، هو إن المحليات هي المدرسة السياسية الحقيقية التي تؤهل الشباب الأحزاب والشباب المصري بشكل عام في اللي هم خريج الجامعات. النهاردة المحليات من سن 21 سنة، وده تعديل دستوري مهم جدا، وده على فكرة ده التمكين بقى الحقيقي للشباب، مش إن أنت تعين شاب في منصب أو كده، لأ، التمكين انك تديله الحق اصلا انه يترشح في الانتخابات المحليه، يدخل العالم العمل العام ويمارس الانتخابات ويشوف هو قدرته عامله ازاي، بيختبر نفسه يعني. تفتح له المجال المناخ. كان الاول الشاب هتترشح في المحليات كان يقل سنه عن 30 سنه، النهارده بقى 21 سنه. علاء الصوت راح، فانا بستاذنك، اولا بعتذر لك وبستاذنك ان احنا هنعيد الاتصال بيك مره تانية. سياده النائب علاء عصام، عضو مجلس النواب ومقرر مساعد لجنه المحليات بالحوار الوطني. علاء رجع تاني كده، الصوت اتظبط. معلش الصوت اتظبط، معلش الشبكه وحشه. ولا يهمك، والله حضرتك كمان البرلمان بقى 25 سنه. الحاجه الثالثه على اجنده الحوار، نعم على اجنده الحوار، لكن الجلسات الاولى الحقيقه نزلت، يعني نشرت في صفحة الحوار الوطني. هنبدأ بمباشرة الحقوق السياسية وقانون الأحزاب السياسية، ثم هننطلق للمحليات في الجلسات التي تليها بداية من آخر مايو أو من بعد 20 مايو. الحاجة الثانية بقى اللي عاوز أكد عليها في البرنامج، إن الحوار الوطني بدأ من رمضان قبل الماضي الحقيقة، يعني أكثر من 350. أستاذ يوسف معايا؟ معاك بسمعك. أكثر من، الصوت راح تاني يا علاء. يا علاء، طيب انا يعني هحاول قدر الامكان ان انا عاوز الاول اشكرك كل الشكر ليك الصديق والزميل العزيز، صديق الرائع كمان، نائب علاء عصام، عضو مجلس النواب ومقرر مساعد لجنة المحليات بالحوار الوطني. بس انا ممكن هحاول اكمل انا بدل علاء. يا سادة يا كرام، احنا بنتكلم على انه المحليات هي اولى الخطوات لممارسة العمل العام. احنا لما بننزل بالسن بتاع المجالس المحلية او حق الترشح للمجالس المحلية 21 سنة، انا هنا بتكلم على شبان وشابات بحطهم
جوه اختبار حقيقي لقدراتهم على العمل العام. قد يكون بعضهم بدأ في مثلا الاتحادات الطلابية وما إلى ذلك، سواء إذا كان على مستوى المدارس أو على مستوى المحافظة أو على مستوى الجمهورية بحالها، البعض الآخر يخش الاتحادات الطلابية بتاعة الجامعات وما إلى ذلك، لكن في النهاية ده مش الاختبار الحقيقي ولا الكبير ولا الرئيسي، لأن أنا بتكلم على نطاق محدود محكوم بأن أنا جوه فئة عمرية محددة وجوه فئة تعليمية أيضا بشكل ما أو شيء ما محددة.